بديش ما بديش غيرك حبيبي بهالدنيا ما بديش. بوب ستار رامي عياش، اهلا وسهلا فيك عبر اغاني اغاني تي في وام تي في. مبروك مبروك، نطرناكم كثير. ميرسي لك. بلشنا خلاص، الف مبروك، ان شاء الله بتتهنوا ام تي في واغاني اغاني. انا ابن من ابنائهم ودائما مشجعكم، دائما واقفين حدي وقفه كثير كبيره. بشكركم من كل قلبي والف مبروك. ميرسي لك وانت من اهل البيت. رامي، اليوم عم نحتفل سوا سفير لشركه سوني. ليش سوني اختاروك وليش انت اخترتهم؟ هني اختاروني طبعا بحكم انه هي شركه عالميه، كلنا اخترنا سوني اصلا، يعني بحياتنا اليوميه من نحن وصغار مختارين سوني لانه تعودنا عليها ومنحبها. هلا اختاروني كرمال كون سفيره بهذا البرودكت بالميدل ايست، بشكرهم من كل قلبي، يلي هي الهيدفونز الاكس بي 920. قريبه من الفن، قريبه من الاغاني، قريبه من الالبومات، فشي هيك بتحسه منك وفيك ملازمك بالديلي لايف. بتعقد كواليتي، بتاخد العقل، ولو مش مقتنع كنت قلت لك مش مقتنع، بس كتير حلوة الهيدفونز، كتير حبيتها، مرافقتني افريوير. قد ايه بيستفيد الفنان بس يكون عم بيروج لمنتج معين، وقد ايه المنتج بيستفيد من الفنان كمان حسب نوع المنتج، قديش هو شركة عالمية كتير كبيرة او شركة محلية او شركة صغيرة. بكل الاحوال بيستفيد انه على القليلة عاملين ستاتستكس عليه وشافوا انه هذا الانسان بيلزمهم اكثر من غيره، فبينبسط بال بال بال, بال يعني الكونترا اللي عم بيصير بالعقل اللي عم بيصير. بعيدا عن حدث اليوم، ما شاء الله في عنا اخبار حلوه كثير لهيدي الصيفيه. خلينا نبلش بفيلم السينما ونحكي عنه شوي. الاتفاقيه بعدها اولى، ما بقى بدي احكي كثير بالامور اللي ما عم بتصير، بس الاتفاقيه بعدها اولى انا وباسم كريستو وست كلوديا مارشليون، والاتفاقيه الكبيره بتجي بعدين. هلا لهلا نحن اتفقنا باللي نحن بدنا اياه لنكون لقينا الممثله والكاس اللي بدنا اياه، بس انا معهم، انا حابب اعمل فيلم لبناني. رح تكون ممثل وفنان بالفيلم؟ لا، ممثل بس. وغير خبرية التمثيل طبعا، بنعرف انه خلال شهر اب رح نفرح برامي عياش، كيف التحضيرات؟ تحضيرات يعني بشكل عام الحمد لله المحبين كتار اللي حوالينا، بس انه بشكل عام بعد ما يعني تقرر الديت 100% وكل شيء، بس بشكل عام الحمد لله يعني ان شاء الله يكون كل شيء ماشي صح. شو عم نحضر جديد؟ في غنية هلا رح تنزل اخر الشهر، كلمات والحان سليم عالسيف مثل ما قلت لك، والحان داني حلو. رح تعجبكم، انا عجبتني كثير لانه لاول مره بغني هذا النوع من الاغاني. رح تصورها كليب؟ اي طبعا، مع انجي. مع انجي، مع انجي جمال. نسمع منها مقطع على الام تي في بوقته اكيد، قبل ما تنزل، قبل ما تنزل بشوي لتكون خلصت، لتكون خلصت نهائيا. هلا ما فينا نسمع مقطع منها، خلصت حتى لحنيا لتكون خلصت لانه بعدها عم تتركب. ميرسي كثير لك ومبروك. ميرسي اغاني، الف مبروك.